بمشاركة أكثر من 15 دولة من ضمنها 3 دول أجنبية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، أقيم المهرجان الدول السادس للأفلام القصيرة الذي نظمته منظمة السينما المتنقلة على القاعة الرياضية في كلية بلاد الرافدين بحضور شخصيات فنية عربية وعراقية، وتم عرض 5 أفلام قصيرة الفائزة خلال المهرجان. المهرجان الدولي السادس للفيلم القصير الذي نظمته منظمة السينما المتنقلة في العراق، وقد شارك في هذا المهرجان 12 دولة عربية إضافة إلى 3 دول من أوروبا هي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. ما هي المقدمة القصيرة التي قدمت؟ للأسف تنقل صورة مريرة عن واقع حالنا اليوم، سوريا والعراق وبقية المناطق التي تعرضت إلى هكذا نكبات كانت تأثرت بها تأثيرا كبيرا. صحيح هي صورة مريرة، ولكن هذا واقع حالنا. الرسالة التي تم إيصالها من خلال المهرجان بأن ما تقوم به خفافيش الظلام من الأعمال الإرهابية يراد منها تعطيل الحياة، لكننا اليوم في ديالى نحن عشاق الحياة ومستمرون في العطاء ونشر روح السلام والحب رغم قلة الدعم الحكومي للفن والفنانين في العراق. مثل رسالة إلى العالم، رسالة حب، رسالة تعاون، رسالة محبة، رسالة الحياة الحرة الكريمة في محافظة ديالى وهي تعيش اليوم هذه الحياة في أجواء جامعية مثل هذا المهرجان. بصراحة لا يوجد دعم حقيقي حكومي لهذه الفئة، وأنا دائما أقول نحن كفنانين وكمشتغلين في المجال السينمائي أيضا لا نريد دعما ماديا، ربما في البدايات في الخطوات الأولى نحتاج إلى الدعم المادي، ولكن نعدهم أنه لو دعمونا في البداية سنحقق إيرادات وسنصل إلى مرحلة أن الفن ينهض بنفس ويعين نفسه بنفسه. رسالة سامية أراد القائمون إيصالها بالرقي بالمجتمعات وتنوير العقول وزرع بذور المحبة والسلام والتسامح بين المجتمعات ونبذ الحروب والإرهاب والتعصب بكل أنواعه والعمل على التواصل الإيجابي بين الشعوب وتبادل الثقافات حتى يضيف أحدهم للآخر كل ما هو جميل وراقي من أجل أن تحيا جميع الشعوب بأمن ومحبة وسلام. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.